أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كريبتو بنتلي مان، قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظ الفي اي بي عن بعد. وقبل أي حاجة بنرحب ب 12,400 مشترك ونعدكم إن احنا نقدم كل ما هو جديد ومهم بإذن الله. معانا بنقدر نعرف أهم الخطوات المهمة في سوق عالم الكريبتو، فلو محفظتك بتبدأ من 6000 ل 8000 يو اس تي تقدر انك تنضم معانا في ادارة المحافظ الفي اي بي اللي من خلالها تقدر تحقق ارباح بعملات تصل ل 500 و600% ارتفاعات. لو يهمك انك تنضم معانا هتلاقي رقم الواتس موجود في صندوق الوصف. طريقة الانضمام اشتراك قيمته 3000 يو اس تي بيدفع مرة واحدة مقدما ثم تقسم الارباح 40 ل 60. لبقية المعلومات تواصل معانا على واتس القناة، وايضا المحافظ الصغيره بنقدم لها مضاربات مهمه جدا على التليجرام المجاني، ففعله وكون موجود معانا. حلقه النهارده حلقه مهمه شيقه، انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم من جديد بحاجه مهمه جدا وحوار مهم. انا مش هتكلم على عمله بيبي دلوقتي، ولكن هنتكلم على معلومات بسيطه فيها في اخر الحلقه. ولكن انا عارف ان دايما الناس ما بتهتمش بالكلام المهم، فلذلك بيخشوا بس على اي عملة يحسوا انها تعمل 1,000,000%. خلونا نقول بطريقة مباشرة مع بعض نقطة مهمة ومعينة في سوق الكريبتو. ايه اللي بيحصل دلوقتي في سوق الكريبتو، وايه الحاجة اللي ممكن تخليك تبقى غني ويبقى معاك فلوس، وايه الكيانات اللي حواليك الكبيرة اللي عايزة تخليك فقير. وركزوا في الكلام اللي هقوله لكم ده، لان الكلام ده ناتج عن خبرة وناتج عن دراسات وعن شغل الواحد بيعملها، ولو ما كانش الواحد بيعملها ما كانش وصل للمستوى اللي وصل فيه في الوقت الحالي في عالم الكريبتو. حاليا احنا مش عايزين نقول ان احنا بير ماركت، ولا عايزين نقول ان احنا بوران. احنا في سنة، السنة 2023 هي سنة تجميع، سنة البيتكوين بيجمع فيها وكل السوق بيجمع فيها استعدادا للبور رن القادم. طيب لو انت عايز يبقى معاك فلوس، اعرف مين الناس اللي عايزة تسرق فلوسك، ومين الناس اللي عايزة تخليك كمان فقير. في كيانات، وفي صناديق، وفي قوانين بتسن. يمكن النهاردة في اجتماع مهم في امريكا على قوانين مهمة هتسن في سوق الكريبتو، تمام، وهيتاخد فيها قرارات هامة جدا. هي امريكا والمجتمعات والناس عايزة توصل معاك لإيه، عايزة تعمل معاك إيه بالظبط. انت كشخص بسيط بتحلم ان يبقى معاك فلوس، بتحلم بالثراء، بتحلم انك تبقى غني. العيون اللي بتبص في عالم الكريبتو شايفة ان العالم ده عمل اغنياء كتير، وعمل ناس بتكسر حدود 1,000,000 و10,000,000 والارقام الكبيرة اللي كانت من الصعب في السنين الماضية انك تحققها الا بجهود كبيرة جدا وتعب كبير جدا. الكيانات الكبيرة مش عايزة تسيبك تستمتع بحياة جميلة، فلذلك بدأ الوقت الماضي ويمكن في الوقت الحالي قوانين ستسن، بحيث ان هيكون البول رن ده هو اخر بول رن ممكن تعمل فيه فلوس حقيقي في سوق العملات الرقمية. من بعد كده عايز اسألك، هو في حد بيعمل فلوس دلوقتي مثلا في امريكا مثلا من التداولات في البورصة؟ هل في حد بيعمل فلوس النهاردة في الاسهم السعودية مثلا؟ هل في حد بيعمل فلوس النهاردة بشكل كبير، وانا بحكي شكل كبير لان اكيد في ناس بتحقق ارباح 20%، 10%، 15%، 50%، يعني لو عدينا 100% نبقى عملنا انجاز. ولكن هل سمعت ان في سهم في بورصة معينة في العالم ضرب
في 10 أيام ولا في 5 أيام مثلا زي العملة اللي احنا واقفين عليها دي، وعمل أسرياء، عمل 1000%، عمل 10,000%، الكلام ده مش موجود. مش موجود ليه؟ لأن في حيتان كبيرة بتمنع إنك تكون ثري، وبتخليك تفضل فقير، وهتخليك كمان تخسر فلوسك. سوق العملات الرقمية هو غير الفكر ده، غير الموضوع، وبقى حقيقي. انت ممكن النهاردة كنت تشتري عملة على باينانس على اي مكان في تراست وولت، وليكن عملة فلوكي. عملة فلوكي اللي حط مثلا $250، يمكن احنا من اوائل القنوات اللي اتكلمت على فلوكي مثلا، اللي حط $250 مثلا في فلوكي، تمام، وصلت $10,000 و$12,000 بس في 3 شهور، وكان اياميها ايثيريوم، على العقد على الايثيريوم، اتنقل على البي ام بي عشان يكون فيه سهولة اكبر، وانجز انجاز كبير جدا. في ناس بقى عملت ثروات. انت عارف يعني لو حطت $10,000 كنت في الوقت ده بقى معاك قد ايه؟ شفت شيبة عملت اغنياء قد ايه، وبرضه خسفت بناس الارض قد ايه؟ الاغبية اللي بيطلعوا يشتروا في اللون الاخضر وبيشتروا في القمم. انت تشتري لما العملة تبقى موجودة في البداية. اذا في كيانات في الوقت الحالي بتشتغل بايديها وسنانها عشان ابتداء من البير ماركت اللي جاي، يعني هنعدي البول ران ده، لانهم مش قادرين يمسكوا الاحزمه في ايديهم، مش قادرين لسه يتمالكوا بقوانين معينه، عايزين يخشوا برؤوس مال كبيره، لان لازلنا سوق العملات الرقميه هو سوق ناشئ. انت بتتكلم اعلى رقم قدرنا نوصل له 2,700,000,000,000,000. النهارده بنشتغل في 1,170,000,000,000. شويه كنا 650 و700 مليار، وكسرنا التريليون ونزلنا تحتيه. يعني اي ابسط كيان لو دخل جنبك هيتحكم في كيانات كبيره. فلذلك حاول تكون مركز الوقت ده، عشان خاطر لو ما قدرتش تقتنص فرصه انك بجد تبقى مليونير، لو ما قدرتش تقتنص فرصة على الأقل تحقق الحرية المالية ليك، لو ما قدرتش تقتنص فرصة إنك تبقى غني حتى، تأكد إن في ناس هتفضل مخليك فقير. فلذلك البوران ده لو عدى عليك ما تبكيش بعد كده، ما تقولش إنك ضيعت الفرصة. لما يبقى عندك أولاد، لما يبقى عندك مشاريع، لما يبقى عندك أحلام، ما تقعدش تعيط عليها وتقول يا ريت اللي جرى مكان. الكيانات اللي حوالينا مش هتسيبك بعد البوران ده، وهتقطعك بايديها وسنانها، وهتخليك تكمل فقير في حياتك تاني. نقطة انا كنت نزلتها من كام يوم في دقيقة، وقلت ايه اللي بيحصل للتطورات المهمة في سوق الكريبتو. النهاردة الحلقة دي يمكن تفهمك حاجة، يمكن تخليك تطور من نفسك في حاجة، يمكن تديك امل ودافع ان خلال السنتين الجايين دول تبقى بجد ثري. لاني صدقني لو ما قدرتش تعمل ده هتفضل فقير طول عمرك. كنتم مع قناتكم كريبتو بند ليمان، قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها. عملة بيب هي في مكان مميز، لو انت حبيت انك تستثمر فيه تقدر تستثمر فيه، وياريت عند خط الواحد. يعني حاجة مهمة لكل اللي دخل ومهتم بهذه العملة، رغم ان انا شايف انها صعدت الصعود الكبير. زي ما انتم شايفين ادي 0.20، يعني 5.13. انا شايف لو وصلت لخمس اصفار 1.08، ودي نقطة مهمة جدا، او 1.01، اشتري فيها واستناها مع انطلاقة كبيرة تكون زي انطلاقة شيبة. ما تمسكش في الحاجات اللي فاتت خلاص، لان الحاجات اللي طلعت مش هترجع تاني. امسك في حاجات جديدة واكتتابات مهمة. جمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.